لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح أصحاب البدريين والأحديين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والكرامة كلهم أجمعين وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى أرواح من ماتوا منا خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار اللهم اجعل ثواب ذلك فقاقا لنا ولهم من النار اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبورهم إلى يوم القيامة اللهم يا رب ارحم غربتهم وآمن روعتهم ونفت غربتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران اللهم بجاههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح وفلاح لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وصابس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء فاقضها يا قاضي الحاجات وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا فاشفها يا شافي الأمراض ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ارحمنا بأنواء رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.